السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يمكن أن تعرف نفسك؟ نعم، أنا تاج الدين مناني من جامعة كيرلا من كيرلا. أستاذ مناني، ماذا تفعل في الجامعة؟ أنا أستاذ في اللغة العربية في جامعة كيرلا في قسم اللغة العربية. شكرا. هل هذه المرة الأولى لمشاركتك في مؤتمر بديع الزمان سعيد النورسي؟ لا، هذا مرة ثالثة. أولا قد اشتركت في مركز كاليكت، وبعد ذلك اشتركت في دار الهدى تيمار، ثم في جامعة ملية هذا.